تحبي ليلى الاحمر كده؟ واحد. واو، قولي بسم الله كبيره. طيب شوفيها. هوبا. معز ضو حلوه. بابا هناك مشغول يا جماعه. السلام عليكم، وكيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في القناة سارة في اليابان. اليوم أسرتنا ماشيين رحلة هنا في منطقة قريبة في مزرعة فراولة، وحبينا نأخذكم معانا عشان تعيشوا معنا الأجواء الجميلة دي. يلا بينا نبدأ. شايف السكر حلوة كبيرة. ماشيين وين احنا؟ ماشيين ناكل شنو؟ فراولة. يب، فراولة. المزرعة قريبة من بيتنا، يعني تقريبا ثلث ساعة مشي، أو ممكن الواحد يمشيها بالدراجات تكون أقل من ربع ساعة. هنا في أغصان الشجرة. الله، مكان بحب شديد. خلاص كنا الليل عشان الجو جميل. طالعة تتمشى. احنا كده تقريبا وصلنا المكان. هنا شايفين هي زي مزرعة محمية للفراولة. واو، ما شاء الله ناس كثيرين. نحن وصلنا قبل 5 دقائق من الموعد، مفروض على 10:30 الباب يفتح. واو، عاملين هنا زي الحليب المحلى. الابيض دي لسه ما نجده فيها هاديه، نحن دايرين الاحمر. ايوه، نزل الماسك عشان تاكليها. ماما ما تبلي. بسم الله. بسم الله. لذيذة؟ خليها الواقعة، شيل المواقع، شيل اللون احمر يا هادية. دي طويلة شديد صح؟ حلوة. والله يا ليل لذيذة. عيني يلا زارعين ناكل، شايفين؟ حاطين ناكل. لاحظتوا؟ واو، شوفوا دي كبيرة كيف. تعالوا شوفوا دي كبيرة كيف. تعبتي من الأكل؟ ¡Gracias!
ميدو 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 بالقرب من مزرعة الفراولة على طول في مزرعة بتاعت دايكون أو حقل، يعني مش مزرعة، دايكون اللي هو الفجل الياباني الأبيض الكبير دي. فمكتوب إنه مسموح أي حد يعني يدخل المزرعة بتاعت الفراولة، مسموح لكل طفل ياخد قطعة دايكون واحدة. أوه كبيرة فاحلة ما شاء الله كبيرة شديد. خلوا هذا تشيل يلا بالراحة بالراحة. يا سلام مو مشكلة ردي في المعدة مالك كيف وعملي زيي. طيب واو ثقيلة شديد شكلها كبيرة. ثبت على السلوفيت يا كويس. خليها تلعب في الحديقة. خلاص طيب بس نختم الحلقة بعدين تلعبوا في الحديقة. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا بها. مزرعة الفراولة كمان معها الدايكون. لغاية ما ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله، مع السلامة.